السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 من الميلاد، الموافق اليوم 15 من شهر جمادى الأول لعام 1446 من الهجرة النبوية المشرفة لسيدنا محمد خير الأنام وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، وصلاة الله وسلامه على كل أنبياء الله المرسلين. أما بعد، النهاردة حلقة دسمة جدا وفيها أخبار مهمة جدا وفيها لقطات مهمة جدا وفيها حوارات كمان مهمة وشيقة وممتعة إن شاء الله. عندنا الدرس الخصوصي حصة التاريخ الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، وعندنا ألبوم النجوم كمان مع صديقنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد سعيد. لكن خلونا الأول نبدأ بالأهم فالمهم، وأنا أعتقد الأهم الآن هو صحة الناس. عشان كده أنا هبدأ معاكم بما يملي علينا ضميرنا هنا في البرنامج في فكرة التوعية، علشان لو نعرف ننقذ روح أو ننقذ صحة بني آدم أو حياة إنسان النهاردة قبل بكرة فنعملها. حضراتكم عارفين إن في حاجة من زمان الدولة ووزارة الصحة ومركز المصل واللقاح موفرينها اسمه لقاح الأنفلونزا أو مصل الأنفلونزا. ده اللي عند قدوم فصل الصيف عند قدوم فصل الشتاء معظم الناس بتروح تاخد المصل بتاع الانفلونزا اللي بيحميك شوية من التعرض لنزلات البرد، وده آمن وسليم وتمام ومفهوش مشكلة وعايش معانا بقاله سنوات وبإشراف من وزارة الصحة. أما اللي أنا هكلمكم عنه دلوقتي دي حاجة جديدة طلعت كتوليفة جديدة أو افتكاسة جديدة عند بعض المصريين، ما سمي في الاونه الاخيره بحقنه البرد. ايه بقى حقنه البرد دي؟ دي حقنه الله اعلم مين اللي اخترعها ومين اللي ولفها ومين اللي شكلها. بعض الناس بيروحوا يطلبوها من الصيدليات وياخدوها في الصيدليات. تخش البني ادم المحترم كده على الصيدليه يقول له مساء الخير عندك حقنه البرد؟ يقول له اه. يقول له طب لو سمحت اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة. ياخد الحقنة. عبارة عن ايه؟ زي ما بقول لكم كده توليفة من شوية حاجات. للأسف الشديد هذه الحقنة ليها اعراض سلبية خطيرة. انا كلامي بس محدد اهو. ليها اعراض سلبية خطيرة. وفي بعض الحالات ادت الى الوفاة. الناس اللي عندهم حساسية من بعض المكونات اللي موجودة في الحقنة ادت الى تدهور حالتهم الصحية، وفي بعض الحالات يمكن بعض الناس قالك في حالة في طنطا وحالتين مش عارف فين ادوا الى الوفاة. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويعافيهم يا رب. فبالتالي احنا امام قصة ارجو ان احنا نهتم بيها، لانه الصحة قلتلكم ما فيهاش هزار، والصحة ما فيهاش اجرب. الصحة ما فيهاش اجرب. اللي يجرب دي المعامل، الوزارات بتاعت الصحة، ما مش عارف منظمة الصحة العالمية، مراكز البحوث. لكن احنا ما ينفعش نجرب في صحتنا، ما ينفعش اخد دواء او توليفة او خلطة بناء على كلام واحد صاحبي او كلام الاجزجي. تعرفين بتاع الصيدلية زمان كان اسمه الاجزجي. فما ينفعش الكلام ده. رحبوا معايا بالصديق العزيز والقامة العلمية ومستشارنا الطبي والصحي استاذ دكتور حسام حسني. مساء الورد يا دكتور. مساء الخير تامر بيز، زي حضرتك اخبارك يا فندم؟ ازاي معاك؟ وحشني يا فندم. ومصر كلها بخير. وحشني جدا تامر بيز. ربنا يخلي حضرتك ان شاء الله تكون بخير. فكره سمعت حضرتك عن حقنه البرد دي؟ انا يعني سعيد بمداخلتك دي، وسعيد دايما بقول يعني منبرك دايما هو المنبر اللي احنا بننصح بيه الناس. اشكرك. انا عندي مقوله على حقنه البرد دي، هي الجريمه الطبيه المتكامله الاركان. الجريمه الطبيه المتكامله الاركان. كويس. اولا غير مسموح بوصف اي دواء الا تحت اشراف طبي ومعروف حالته. تمام. يعني احنا بيجيلنا مرضى كتيره بيبقى محتاجين ان احنا ندي ادويه عن طريق الحقن او كده، فاحنا بنوصفها ونقول المحاذير والاحتياج الرسمي ليها. نعم. لكن خلينا نقول ان انت في المداخله قلنا هي بعض الحاجات، ايه هم الحاجات اللي موجوده في حقنه البرد اللي بيدوها اخواتنا الصيادله او بيطلبها الناس زي ما حضرتك قلت؟ ايوه. هي عبارة عن مضاد حيوي ومشكل الألم من مجموعة النون ستيرويدال وحقن الكورتيزون.
طيب المضاد الحيوي هو ما فيش مضاد حيوي جرعته حقنة واحدة كويس، ومش أي مضاد حيوي بينفع لكل حالة. احنا بنقعد نسأل كتير من الأسئلة عن الأعراض عشان تشوف المضاد الحيوي المناسب للحالة، مظبوط. وفي بعض الحالات بنقول لا أنا مش هدي مضاد حيوي إلا بعد عمل مزارع أو معرفة نوع الميكروب اللي يناسبه المضاد الحيوي. مظبوط. المجموعة الثانية مجموعة مسكنات نان ستيرويدال، هي مجموعة معروف عنها إنها ممكن تؤدي إلى الفشل الكلوي أو صدمة حساسية. يعني أنا ممكن يحصل صدمة حساسية نتيجة هذه المجموعة لو أنا ما كنتش عارف إن عندي حساسية منها، أو في بعض الأحيان أدت إلى فشل كلوي. تمام. كويس. الكورتيزون له ما له وعليه ما عليه، إذا كان هو دواء مفيد لكثير من الحالات، لكن لو أنا مريض سكر أو مريض ضغط ممكن يؤدي إلى ارتفاع من السكر أو الضغط. فزي ما حضرتك قلت لا هي مش حالات قليلة، هي أدت حالات وفيات في حالات كثيرة وليست بقليل. تمام. يبقى الحقنة دي هي لو المريض كان صبر على نفسه كان خف لوحدها، لكن صحيح. الحقنة دي ملهاش فايدة ومضرها أكتر من لا ده مش فوائدها بس كده يا دكتور بكثير. حسام، مش ناس بتاخدها عشان عندها برد فعايزه تخف بسرعه، ده في ناس بتاخدها حتى على سبيل الاحتياط، يقول احنا داخلين على الشتاء والبرد فاما اخد حقنه البرد عشان تحميني كوقايه. ناخد حاجة كوقاية، وهنا هنرجع تاني ها لازم نتكلم ونتكلم على أمثال الإنفلونزا أو اللقاح المضاد لفيروس الإنفلونزا اللي إحنا بنتكلم عليه إن ناخده السواد الأعظم، لكن في بعض الحالات لزاما إن هم ياخدوها، زي مرضى الحساسية، مرضى الأمراض الصدرية، تمام. مرضى المناعة، مرضى الضغط، أهلنا من ده كبار اللي هو السن، بيتاخد في أهلنا مركز المصل واللقاح. ومتوفر في كثير من الصيدليات. كويس. وبرضه لازم ما ناخدوش الا لما الدكتور يقول لو سمحت خدهم. تمام كويس. تمام علشان يبقى عامل اختبار حساسية وعامل بعض الكشوفات اللي تؤدي الى ان جسمه يتقبل المواد اللي موجودة في هذه التركيبة. ويكون على الاقل ما عندوش اعراض برد في هذا الوقت، مش معقول اني اخد لقاح البرد او لقاح الانفلونزا وانا عندي برد. مظبوط. ده نقطة مهمة ان الواحد ما ياخدش لقاح الانفلونزا اثناء تعرضه لنزلة برد. طبعا تمام. لكن دي خلاص دي عارفينها والناس اعتقد معاشره القصه بقالها سنين، لكن الجديد هي توليفه حقنه البرد دي اللي حضرتك بتقول انها جريمه طبيه متكامله. صح؟ كلام سليم مليون في المية، هذه جريمة طبية متكاملة الأركان. طيب احنا طبعا هنشوف مع الوزاره هل يمكن ان احنا نمنع تواجدها في الصيدليات او مع نقابه الصيادله، انه ازاي ما الصيادله استاذ الصيادله المحترمين لان هم اكيد برضو اكثر حرصا على صحه الناس وحياتهم ما يدوش الحقنه دي الا بروشته طبيه او يوجهوهم لمركز المصل واللقاح، لانه في النهايه برضو ما ينفعش الحقنة دي مش نسيبها متوفرة متاحه. يعتبر بيه، هي الحقنة دي مش متوفرة، هي توليفة بيعملها الصيدلي، هو بيحط حقنة مضاد حيوي ما على انا حقنة فاهم، ما كورتيزون. انا فاهم يا فندم، هي مكونات خلطه بيعملها. واكيد وزارة الصحة ويعني هو اللي يملي وزارة الصحة وطبعا اي موضوع على اكمل وجه ما بتسمحش بكده، هو الدور الاساسي واخواتنا الصيادلة دايما على وفاق وهم شركاء انا معنا قصدي كده، انا قصدي ان هم الطبي، يساعدونا. ان هم دول اللي يساعدونا ان هو ما ينتبهش الا بوصفه طبيه ايوه، موجوده ومن دكتور متخصص في هذه ما انا الجزئيه. قصدي ان احنا نتواصل مع وزاره الصحه ومع نقابه الصيادله بحيث ان احنا نحجم شيوعها واتاحتها ونوعي الناس طبعا بخطورتها، علشان بس يبقى بنحاول ننقذ حياه الناس بقدر الامكان يا دكتور. يعني انا من برك ده بستخدمه عشان الناس تبقى عندها هذا الوعي وعندها هذا الفكر، ان احنا بنقول لهم احنا خايفين عليكم، احنا بنحافظ عليكم، مظبوط، احنا مش بنمنع عنكم فرصه علاج لكن بنحميكم من مشاكل الادويه. احسنت، انا بحييك وبشكرك ودايما بنستفيد بخبراتك العلميه يا استاذ دكتور حسام حسني، شكرا جزيلا مره تانيه. اهو لا تاخذ الدواء اللي انت فاهم انه دواء، لا تاخذ حقنه الطب بتاعه البرد، لا تاخذ التوليفه اللي معموله في الصيادله بتاعه حقنه البرد فيها سم قاتل، انتوا سمعتوا اهو مش كلامي، كلام الدكتور حسام حسني بيتكلم على انه جريمه طبيه متكامله الاركان، ما ينفعش تاخد خلطه فيها بعض المكونات واحد منهم ممكن يبقى قاتل بالنسبه لك، لان انت مش عارف انت عندك حساسيه من ايه ولا عندك مشاكل في ايه ولا الكبد زي ما ده الدكتور حسام قال لك ممكن يتعرض لايه او الضغط والسكر و عايز تروح تاخد لقاح الانفلونزا اللي في مركز فاكسيرا، روح خده ده آمن وكلنا بناخده قبل فصل الشتاء عشان يقلل تعرضنا لنزلات البرد. أما التوليفات
والخلطات والحقن اللي معروفة مفيش كده. وارجوكم ارجوكم ارجوكم اخواتنا الصيادلة اللي انا عارف ان هم ناس محترمة وملتزمة بميثاق المهنة وحريصة على حياة الناس، ارجوكم ان حد يخش لك حتى لو هيقولك اديهاني باي رقم قول له مش هدي لك حقنة برد الا لما تجيب لي روشتة الدكتور او تروح تاخد اللقاح بتاع الانفلونزا. اما فكرة ان انا يكون ليا سبب في تأثر على حياة الناس يعني ربنا يعافينا ربنا يعافينا. طيب النهاردة البرلمان المصري مجلس النواب كان نشيطا، وكانت الموضوعات اللي بتتناقش فيه موضوعات على قدر كبير جدا من الأهمية. سريعا كده هقول لحضراتكم الموضوع الأكثر جماهيرية واللي أنا عارف أن حضراتكم عايزين تتابعوا تفاصيله وتتابعوا مجرياته، واللي احنا أثرناه مع حضراتكم الأسبوع الماضي الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بتاع عدم ثبات القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية فيما عرف باسم الإيجار القديم، عقود الإيجار القديمة. محكمة الدستورية العليا قالت مفيش حاجة اسمها العقود تفضل ثابتة والإيجار يفضل ثابت، لازم يبقى متغير وكذا، وطلبت البرلمان بالعمل على إيجاد صيغة فيها قدر من العدالة لكلا الطرفين المستأجر والمالك. وفعلا الكرة انتقلت إلى ملعب البرلمان، والبرلمان ابتدى يدرس القصة، والنهاردة البرلمان قرر انه يستدعي 4 من السادة الوزراء المختصين او المعنيين لسماع اقوالهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. هم وزراء العدل ووزراء التنمية المحلية ووزراء الاسكان ووزراء التضامن الاجتماعي، كل فيما يخصه هيقول رؤيته ويقول اقتراحه ويقول افكاره، والبرلمان في الاخر يصيغ هذه الافكار في الشكل القانوني اللي يتوافق ويتماشى وينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا. الموضوع الثاني وهو الموضوع المهم جدا كمان اللي ناقشه البرلمان النهاردة وخرج تقريبا بما يشبه الهيكل المنظم لهذا القانون، هو قانون اللجوء بالنسبة للأجانب. يعني ايه قانون اللجوء بالنسبة للأجانب؟ لو في واحد أجنبي عايز يجي يلجأ الى مصر عشان يعيش فيها لاي سبب من الاسباب بقى، يلجأ من بلده فيها صراعات سياسية، فيها فتنة اهلية، فيها حرب اهلية، فيها اضطهاد ديني، فيها اضطهاد شخصي، اي كل الاسباب التي تؤدي الى اللجوء، فشخص بيقول انا جاي مصر. هنا القانون ده بينظم هذه المسألة، وتنظيم هذه المسألة انتوا عارفين ان له دايما وجهين، وجه من الحقوق ووجه من الواجبات. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت وانا وافقت لك القانون بيقول لك انا هديك حق في كذا حق في كذا حق في كذا حق في كذا، وعليك التزامات وواجبات ان انت ملتزم بكذا وملتزم بكذا وملتزم بكذا. طالما اديت ما عليك من التزامات وواجبات واخذت ما لك من حقوق يبقى الموضوع سوي في علاقتك مع الدولة المصرية. هوريكم دلوقتي بعض الاشياء، وريها لنا كده على الشاشة انس، بعض الاشياء اللي القانون بيمنحها الى اللجوء او طالب حق اللجوء الى مصر، لان الحقيقة فيها انا شايف ان فيها فلسفة وفيها افكار وفيها احترام وفيها فهم لطبيعة القصة بشكل جيد يعني. نعم؟ طيب شبه ايه بقى؟ شبه واحد انه ليس للدولة اللي هي جاي منها موطنه حق ان هو نرجعه اليها، لو تم الموافقة على اللجوء انه ما يرجعش للبلد اذا طلبته. واثنين انه له حق الاعتقاد الديني الحر، له حق الاعتقاد الديني الحر ومجموعة اخرى من الامتيازات، ولسه هنتكلم عن حقوق ومطالبات. بس خلوني الاول ارحب بضيفي اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب. ابراهيم بمساء الخيرات. مساء النور، اهلا يا فندم. ازاي ما عليك، ان شاء الله اكون بخير يا فندم. ربنا يكرمك. قول لي حضرتك الفلسفة من وضع هذا القانون. طبعا خليني برحب بسيادتك والسادة المشاهدين. اشكرك. طبعا القانون ده يعني يعد في مجمله قانون رائع يتفق والمواثيق الدولية والدستور المصري والقانون المصري. أيوة. طبعا مصر يعني هي بلد الامن والامان واكثر امانا، علشان كده لجأ ليها عدد كبير من اخواتنا الاشقاء او الافارقة يعني. أيوة.
على جانب اخر ان كان المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة 800 وكسور من الآلاف من اللاجئين. لما تيجي تبص على الطبيعة تلاقي العدد اللاجئين تجاوز 9 مليون وأكثر. فمن هنا كان لازم يتدخل المشرع أو تنتبه الحكومة إلى ذلك وتحط قانون ينظم العلاقة بين اللاجئ وبين الدولة. نعم. بحيث ان هو عمل 39 مادة تضمن حقوق الطرفين واللي احسن من كده ان هو عمل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. أي. الاجهزة المعنية لفحص كل الطلبات المقدمة من الاخوة المقيمين في مصر. كويس. وتخضع للقانون المصري. يعني هذا القانون الجديد يا فندم اذا اقر هيكون شامل لكل السادة الاجانب اللاجئين والمقيمين والذين طلبوا الاقامة في مصر خلال الفترة الماضية. تمام. هو القانون طبعا حضرتك يعني شامل كل حاجة من حق التعليم وزي ما تفضلت حضرتك في المقدمة. الديانة وكفالة الحرية كاملة لما لي وما لي. نعم. في ذات الوقت يدي حقوق الدولة او الدولة من حقها ان هي تاخد حقوق المتمثلة في احترام البلد المضيف. أيه. وطبقا للمواد اللي هي ان شاء الله يقرها. ممتاز. اكيد في المقابل هيبقى في زي ما حضرتك تفضلت اولا التزام من هذا الاجنبي. الاجنبي طبعا دي كلمة قانونية لكن ممكن يبقى عربي شقيق واخ وكذا بس في النهاية اسمه بالقانون اجنبي. التزام هذا الاجنبي بالنظام العام، التزام الاجنبي بالدستور والقانون المصري، ثم التزامه طبعا ببعض الرسوم اللي هتقابل موافقة الدولة المصرية على اعطاء حق اللجوء والاقامة في مصر. تمام. موضوع الرسوم ده بتقره طبعا طبقا للطلب حسب القانون اللي عملته مصر للجنسية. مظبوط. او للمقيمين او للمستثمرين. صحيح. ده موضوع لكن هو قانون في مجمله نظم العلاقة كاملة ما بين اللاجئ وبين الدولة. تمام. يضمن كل حقوقه والدولة في نفس الوقت بتاخد حقوقها ويبقى في التزام زي عقد بين الطرفين. ده جه بعد زيادة غير عادية في الفترة الأخيرة لعدد اللاجئين. صحيح. وظهور بعض المشاكل. ده في اعداد، ده في اعداد اكبر من الارقام اللي احنا حاصرينها رسميا يا فندم. بنتكلم على 8 مليون وبتاعنا من اعتقاد احنا واصلين. واضح ان الخط قطع. الاعداد اللي الدوله او الاجهزه قادره على احصائها بتتكلم في 8 و9 مليون، لكن اعتقد ان العدد الحقيقي اللي موجود على ارض مصر من الساده الضيوف المحترمين على اختلاف جنسياتهم لا يفوق كده، ممكن نصل الى 13 14 ربما 15 مليون. انتوا عارفين دايما اي احصاء رسمي حط تقريبا ربعه او تلته زيادة لم يتم حصرهم او لم يتم ادراجهم في الاستفتاء او الاستطلاع. ثانيا القانون اعتقد كمان، وسيادة اللواء كان هيأكد على النقطة دي، فرق في انه في سادة لاجئين او سادة ضيوف دخلوا البلاد بطريقة شرعية وفي سادة دخلوا بطرق غير شرعية. فالقانون كمان نظم التعامل وقال لك انه اعتقد يعني واحدة من البنود انه اللي دخل بطريقة شرعية هيتم النظر والبت في طلبه خلال 6 اشهر، اما الذي دخل بطريقة غير شرعية مساره مختلف شوية وهيتم النظر والبت في طلبه خلال سنة من وقت تقديم الطلب. على العموم في افكار كتير انا قلت لكم ابرزها، و سيادة اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي مجلس النواب قال لحضراتكم كمان بعض التفاصيل، بس انا اللي يعنيني هنا نقطة واحدة، اللي يعنيني هنا نقطة واحدة، انه ان الاوان لهذا الملف ان ينضبط دون الدخول في تفاصيل. ان الاوان لهذا الملف ان ينضبط، ما ينضبط بمعيارين. المعيار الاول ان مصر فتحة ذراعيها طول الوقت، ومصر بلد الضيافة وبلد العروبة وبلد الإسلام وبلد الحب لكل الأصدقاء والأشقاء، كل من يدق ويطرق بابها نحن نقول له أهلا وسهلا بك في بلدك، لا نعاملك معاملة الأجنبي ولا الغريب.
اتنين، ان كل دولة لها من القوانين ومن الضوابط ومن الحقوق التي يجب ان تراعى وتؤدى. كل دولة مع الوضع الاولاني اللي احنا قلنا عليه خلاص. اتنين، مع هذا كل دولة لها من الحقوق والقوانين والقواعد والمتطلبات التي يجب ان تؤدى. هذا في مقابل ذاك. في كل الاحوال اهلا بكم في مصر العربية. نعم، طيب خلاص. في نقطة سريعة كده عايز اتكلم فيها متعلقة ب بسرعة بقى لان الوقت ازف، متعلقة ب الحقيقة مش هقدر اقول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قوي، لكن هقول متعلقة اكتر بحسين فهمي. مش عارف خدتوا بالكم ولا لا، بس وجود حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اعطى للمهرجان، انا بدور على الوصف السليم، لا، اعطى للمهرجان قيمة، اعطى له رسالة، اعطى له رمزية. ايوه هي دي الكلمة انا بدور عليها، اعطى له رمزية. سيبكوا دلوقتي من الفن، وسيبكوا من الافلام، وسيبكوا من الريد كاربت والفساتين والندوات والجوائز ومين كسب ومين فاز ومين لبس ومين، ولا يخصني الكلام ده خالص، ولا يخصني الكلام ده خالص. انا بكلمكم عن نقطة محددة، عشان كده ما قلتلكوش عايز اكلمكم عن المهرجان، عايز اكلمكم عن رئيس المهرجان. لانه شخصية حسين فهمي وافكار حسين فهمي والرمزية اللي عند حسين فهمي اللي هي بتقول ان الفن طول عمره يجب ان يكون رسالة ويجب ان يكون له معنى وله قيمة وله له له، هو اللي خلاني اتكلم عن النقطة دي لما شفت المواقف اللي خدها المهرجان تجاه قضايا العربية، خصوصا فيما يحدث في غزة وما يحدث في لبنان. دعم وتضامن ومسندت والوقوف الى جانب القضية العربية في غزة والقضية العربية في لبنان كانت واضحة وطاغية على المهرجان بفضل لمسة حسين فهمي. الكلام اللي قاله حسين فهمي فيما يتعلق ببعض الامور وكذا، ده حسين فهمي. رفض حسين فهمي، ده الكلام اللي برضو اعبر عنه، رفض حسين فهمي لرعاية بعض الشركات للمهرجان، لان هذه الشركات موصومة بانها ترعى كيان الاحتلال الذي يقتل اطفالنا في لبنان وفي غزة، ده حسين فهمي. رغم ان المهرجان القاهرة السينمائي في عرض جنيه، في عرض تبرعات وبيعمل فند ريزنج قبل المهرجان للشركات والهيئات عشان يتبرعوا ويبقوا راعيين للمهرجان، بس في بعض الناس قالوا احنا على استعداد، حسين فهمي قال لهم لا، انتوا لا، انتوا طالما بترعوا حاجه يبقوا ما ينفعش ترعونا، ما ينفعش انا والحاجه دي نتحط في مكان واحد، الحاجه دي اللي هي كيان الاحتلال اللي بيقتل ولادنا. فالحقيقه تحيه مني لهذا الرجل، تحيه مني لهذا الرجل. قد تختلفون معه في اشياء وتتفقون معه في اشياء، قد تحبونه في امور وقد تغضبون منه في امور. الحب والكره والاختلاف والاتفاق سنة من سنن الحياة، طبيعي جدا، لكن الشيء الذي لا يجب ان نختلف عليه هو الاحترام لهذا الرجل اللي اسمه حسين فهمي. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حصة التاريخ، استاذ الاساتذة، استاذ الدكتور وسيم سيسي، مساء الورد. مساء النور، ازاي معاليك يا فندم؟ استعمل الحمد لله بخير. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اهلا بيك دكتور وسيم. الاسبوع الماضي او الاسبوع قبل الماضي، عشان كنت معتذر عننا ووحشتنا الاسبوع اللي فات، بس احنا مقدرين طبعا انشغالاتك. الاسبوع قبل الماضي فتحنا ملف مهم جدا، والحقيقة كتير من الناس كمان ابدوا تساؤلات وفضول كبير حول معرفة المزيد عن هذا الموضوع اللي تحت عنوان الهندسة الوراثية. الهندسة الوراثية علم طبعا. وعلم تم بداية اكتشافه والبحث فيه في منتصف القرن الماضي زي ما حضرتك تفضلت، وكان في البداية متعلق بمحاولة تحسين الصحة او القضاء على بعض الامراض والاوبئة اللي كانت خطيرة حفاظا على صحة الانسان، ثم بقى زي حاجات كتير في العلم خد بعض المناحي الاخرى، الاثار الجانبية بقى. ايوة التي قد تخيف في المستقبل. فالنهاردة حضرتك هتشرح لنا القصة من بدايتها، من بدايتها بالصور بقى، بالصور، وزي ما بيقولوا الصورة واحدة تساوي مليون كلمة. صحيح صحيح.
أول صورة هنا، هتقولنا أول صورة يا جماعة، صورة الضفدع. أيوة دي البداية. دي الضفدع ده هي مهندسة وراثيا. يعني إيه مهندسة وراثيا؟ يعني خدوا خلية جسمية وليست جنسية من الضفدع، خدوا النواة بتاعتها حطوها في الأوفم أو البويضة، بس بعد ما شالوا نواة البويضة أيوة. فابتدت تنقسم ودة الضفدع بنفس الشكل اللي جاءت منها. تمام تمام. ده بالتالي دي من اللي كانوا بيسموها مخلقة وراثيا. تمام. الصورة اللي بعدها لو جبتها لنا هنلاقي هنا مين؟ روبرت شاينشايمر. الراجل ده نزل عمل مظاهرات في الشوارع، اليوم ضفدعة غدا الإنسان، بيحذر بيحارب بقى الهندسة الوراثية، وقال حتى إذا كان حلم اليوم فهو كابوس الغد، ويجب غلق المعامل بتاعة الهندسة الوراثية. وحتى قال يعني إذا خدنا خلية جسمية من الدم بتاعك، كرة الدم البيضة جسمية اللي فيها 46 كروموزوم، تمام، فيها يعني كل كرة دم بيضة فيها أنا بحالي، يعني صحيح كل خلية من الجلد فيها أنا بحالي وهكذا. فقال لو عملنا واحد زيك ده يطلع مين؟ طبعا ما هوش ابنك ولا هو أخوك، إنما هو أنت. وقال إحنا على شفا انفجار علمي ديني أخلاقي أشد خطورة من الانفجارات النووية. والحقيقة عنده حق، له حق في هذا الموضوع. كويس. الصورة ده من الحاجات الخطيرة بتاعت الهندسة الوراثية. الفار ده يدوله جروث هرمون اللي هو هرمون النمو. كويس. ومع الكادميوم طلعت لهم فران بحجم الكلاب. لا ده لو فلت الكلب ده ومعاه كلبة بالشكل ده ياكلوا الدنيا كلها ويخربوها من الاول للاخر. فطبعا اعدم فورا. ودي من الحاجات اللي هي طبعا فضلت المعامل. الصورة اللي بعدها اللي هي بتاعت تشارلز وايزمان. ايوة. الراجل ده هو عمل ثورة كبيرة قوي. وقال العلم يرشد ولا يعوق، وان كل حاجة لها اثار جانبية. المية ما بتغرق، والنار ما بتحرق، والمضادات الحيوية ما هي بتقتل. ما نقدرش نستغنى لا عن المية ولا على النار ولا على المضادات الحيوية. الهندسة الوراثية لا يمكن الاستغناء عنها. هنا بيقول بقى انه ممكن يبقى ليها مخاوف، فاحنا نرشدها لكن ما نمنعش البحث العلمي. ما نمنعهاش. فنتيجة لهذا الصورة اللي بعدها هنجد جيمي كارتر بعد غلق المعامل سنتين ونص من 75 ليونيو 77 امر بفتح المعامل بتاعت الهندسه الوراثيه مره تانية. بس قسمها الى اربع اقسام. القسم الرابع اخطر الاقسام وتحت رقابه زي الرقابه على الاسلحه النوويه. طبعا القسم الاولاني ده مجرد زي عمليات القطع واللزق، تقطع في الشريط الوراثي وتلزق فيه حتة من شريط وراثي تاني، ده مفهوش مشكلة، وحاجات مني تانية. المهم انها افتتحت مرة تانية. القسم الرابع اللي هو ايه بقى؟ نعم، القسم الرابع اللي تحط تحت ان هو يطلع مخلوقات جديدة. يطلع فيروس جديد ممكن يقضي على يعني او يعمل او بقى يقضي على البشرية. تمام. يعني مثلا خلقوا من ضمن الحاجات ايكولاي. ايكولاي ده نوع من الميكروب موجود عادي في بالملايين. صح. في القولون بتاعنا لعبوا فيه لدرجة ان طلع ايكولاي يعمل سرطان على طول. ده لو كان انتشر كان قضى على البشرية كلها من الاول لاخر. وعشان كده في القسم الرابع ده هو اذا عملت كائن حي جديد شيل الجينات اللي تعمل له الجدار. عشان اذا فلت ما يقدرش يكمل. مفهوم. ما يقدرش يعيش. مفهوم. كلها يعني حاجات رقابية. وقائية. تمام. الصورة اللي بعدها ده بيورينا الشكل بتاع الفيروس بتاع التهاب الكبدي الوبائي بي اللي احنا قضينا عليه بالهندسة الوراثية. تمام. الفيروس ده هو اللي بيعمل تليف كبدي ويعمل نزيف من المريء ويعمل سرطان في الكبد. هو فيروس سي. هو بقى الفيروس سي بقى اما الهندسة الوراثية تجد له حل.
اللي بعدها بقى دي من الحاجات الجميلة، ثمار الهندسة الوراثية، عملت الانسولين البشري بحيث انها البكتيريا ابتدت تحط لها الجين اللي بيعمل الانسولين، فابتدت تفرز انسولين بشري بعد ما كان الانسولين بنجيبه من الابقار والخنازير. برضو هنا نلاحظ الانترفيرون، الانترفيرون ده الفاكسين اللي قضى على فيروس بي، مظبوط، اللي هو التطعيم ضد فيروس بي. لو جينا للصوره اللي بعدها برضو هيورينا ده السبيرم او الحيوان المنوي وازاي انه 23 كروموزوم. وبعد منه لو هتيجي الصوره اللي بعدها تجد الصوره اللي بعدها البويضه، اه مظبوط، 23 كروموزوم. الاثنين لما يتحدوا مع بعض يعملوا خليه جسميه، بس خليه جسميه مختلفه عن اي خليه جسميه تانية في جسمنا. تمام، خليه جسميه نتيجه اتحاد 23 كروموزوم هنا و23 كروموزوم هنا، خليه جسميه تعمل كافه انواع الانسجه في جسمنا، عظام وجلد ودم ولحم وشحم وشعر وضوافر وكل حاجه. ما هم ال 46 كروموزوم، هم ال 46 بتوع الجنين، اللي هم بتوع الجنين. بينما كل خليه في جسمي 46 بس ما تطلعش غير اللي هي طالعه منه. يا سبحان، يعني خليه الجلد تطلع جلد مع ان دي 46 ودي 46. ايوه، عشان كده بيشبهوا ال 23 مع ال 23 دايره معارف مفتوح، بينما كل خليه تانية في الكبد في العظم في بتاع مقفول. دايره معارف بس مقفوله ما عدا صفحه واحده، جلد وافر عظم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك. هم بالاستنساخ هو بياخد بقى الخلايا الجنسيه الجسميه المقفوله دي ويخليها تفتح وتعمل كل حاجه في الجسم. مفهوم. اللي هو الكلوننج بقى. مفهوم. اللي هو الموجود ده. الصوره اللي بعدها لو جينا هنا هنجد البويضه اللي هي بعد الاخصاب بقت 46 كروموزوم. والشيء الغريب ان ساعه البويضه بسميها العروسه الصغيره، ساعه ما يحدث التزاوج بينها وبين حيوان منوي الغريبه بقى تفرز حواليها جدار ممنوع اي حيوان تاني يدخل لها. يعني ممنوع. وبعدين ايه الحيوان المنوي تقطع ديله قبل ما يدخل. ممنوع، ممنوع اللعب بالديل. حاجة غريبة كأنها عروسة حقيقية. سبحان يعني الله. نمرة واحد انها تقطع ديله، ونمرة اتنين تفرز على نفسها جدار ممنوع اي حد تاني يدخل لها، خلاص تحوط عليه. بس ما هي الستات كمان بتعمل كده يا دكتور. طبعا، ما هي بنسميها العروسه الصغيره. الستات تعمل كده، حد يخش بس خلاص اولا تحوط عليه، تحوط وبعدين تقطع ديله عشان ما يلعبش وتحصص ريشه. بالظبط كده. الصوره اللي بعدها بقى صوره تورينا قزم، وازاي ان دلوقتي الهندسه الوراثيه نجحت بالجروث هرمون، هرمون النمو. ايوه، اللي هو بتفرزه الغده النخاميه تهندسه وراثيا وتخلي الاقزام وغير الاقزام يطولوا عشان يبقوا ابطال في كره السله. ايه ده؟ لان كره السله محتاجه ناس طوال. مظبوط. فممكن يطولوا بالجروث هرمون اللي هم هندسوه وراثيا. زي الحاله اللي احنا شفناها في الاول خالص بتاعت الفار. ده اللي هو الفار كبروا حجمه بقى اللي خد هرمون النمو. ادوله جروث هرمون برافو مع الكادميوم بقى. ايوه. انما ده بقى جروث هرمون بس يوم يطول. يا خبر ابيض. عشان كده في متهيألي مش عارف حضرتك توافقني ولا لا، في بعض دون ذكر اسماء يعني في بعض الشعوب خصوصا في اسيا كانت تمتاز طول الوقت بقصر القامه. بنفاجئ في الاجيال الجديده فيهم ناس بسم الله ما شاء الله، حتى يقول لك ده شكله مش 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 تبع الدوله دي. غالبا ده ممكن يكون معدل جينيا. في كتاب جميل قوي اسمه Customs of Nations اللي هي عادات الشعوب. حفيد تشرشل اللي مؤلفه. الجماعه بتوع الاسكا بيحكي ازاي ان احد الكهنه رجال الدين راح يبشرهم، فقدم له الطبق الغالي جدا بتاعهم وهو نوع من الديدان اللي بتتحرك كده بتاعه، وجبه شهيه جدا، فالراجل رفضها. وبعد كده قال له طب تدخل بقى تنام مع زوجتي. قال له حرام مش ممكن. فش راسه، قال له انت اهنتني مرتين، رفضت اكلي ورفضت مراتي. وبعدين يشرح بقى حفيد وينستون تشرشل
ويقول ان السبب في هذا ان هم عاوزين، لان هم اقزام عاوزين يطلعوا اجيال جديده من الطوال عن طريق الخواجات اللي بيقولهم من هنا ولا من هنا يعني. ماشي. دلوقتي بيقدروا بالجروث هرمون يعني يقدروا يصلحوا الدنيا من اول هذا. الصوره اللي بعدها دي الشغل الهندسه الوراثيه بتشتغل جامد دلوقتي عشان تطلع فاكسين ضد الملاريا. تصور حضرتك كل سنه بيموت من بالملاريا عندنا من العالم كام؟ 16 مليون. 16 مليون واحد بيموتوا، انما لسه ما وصلوش للفاكسين اللي هو يقدر يعني يبقى ضد الملاريا. كويس. دي بقى اللي جايه دي خطيره جدا. الصوره اللي بعدها ده اسمه هامجز اللي هو هيومن بيجز اللي هو الخنازير البشريه المعدله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يجي للبويضه بتاعت الخنزير ويشيل منها الجينات اللي تجعلها غريبه لجهاز المناعه البشري، بحيث ان ما ياخد كليه او ياخد كبد او ياخد قلب الجهاز المناعه بتاعي ما يحاربوش، لان ما فيهوش الانتيجين اللي هو يقدر يحاربه. وعشان كده سميت بالجينات بالهيومن بيكس او هامجز، الجينات الخنازير البشريه المعدله. يا نهار ابيض. ودي بقى لما هم على وشك يعني ينجحوا فيها هتوفر علينا كتير. توفر الام اللي بتتبرع بكلى لابنها والزوجه اللي غصب عن بوزها. واحد راجل بيقول لي، بقول له عندك متبرع؟ يقول لي مرتي. قلت له هي راضيه؟ يقول لي هي تقدر، ده انا اكسر بوزها اذا ما رضتش تديني الكلى بتاعي. المهم يعني دي هتحل مشاكل اجتماعيه كبيره جدا. تمام. خصوصا حتى بعد المتبرع، بعد كده المتبرع بتوع مشاكل كبيره بينه وبين اللي خد الكليه وبتاع وحواديت من دي. مفهوم. اللي بعدها بقى هتورينا بقى ازاي الهندسه الوراثيه نجحت في اللي هي التيومر ماركرز اللي هي دلالات الاورام. يعني قبل كده مثلا مجرد نقطه دم من هنا اقدر اعرف المريض ده عنده سرطان بروستاتا ولا لا. ما بص البي اس اي بتاعته فوق الاربعه مثلا 20 و30 واحيانا بتبقى 50 و60. في الحالات زي دي اذا كان ارتفاع بسيط بندي مضاد حيوي، لان البي اس اي بيرتفع في الالتهابات كمان. تمام. فالمضاد الحيوي 15 يوم وبعد كده اشوف. في معظم الحالات بينزل البي اس اي، انما اذا ما نزلش وفضل زي ما هو يرتفع يبقى بعد كده عينات بالابره عشان نتاكد ان هو كانسر. انما دي من دلالات الاورام. وقص على هذا سرطان الثدي وسرطان الرحم والمبايض والكلام ده كله. عفينا. كل ده شغل الهندسه الوراثيه. تمام. اللي بعدها بقى سيرة الدم. ده بقى الشغل اللي شغاله فيه شيفيلد دلوقتي، على ان هم وجدوا ان الهيم بتاعنا بتاع الهيموجلوبين يشبه تماما في تركيبه الكلوروفيل بتاع النبات. ده بايرور رينج وده بايرور رينج، ده يشيل اكسجين وده بيشيل اكسجين، ده ماده صبغيه وده ماده صبغيه. قال لا، طب الكلوروفيل بالميه وثاني اكسيد الكربون والطاقه الشمسيه بيعمل مواد سكريه ونشويه. طب انا فيا ميه وثاني اكسيد كربون وبتعرض للشمس ما بعملش مواد سكريه ونشويه ليه؟ صح. عاوزين يخلوا الهيم بتاعنا كلوروفيل لايك الانسان الاخضر. بحيث ان انا احل مشكله الجوع، جعان اطلع تشمس هتعمل مواد سكريه ونشويه. ايوه. وهتحل مشكله الحروب، هي الحروب كلها صح. قائمه على ايه؟ على الاكل. مظبوط. فهم شيفيلد شغاله في موضوع الكلوروفيل وال بتاع. اللي بعدها كمان اللي هو المشترك ما بين الهيموجلوبين والكلوروفيل. اللي بعدها كمان دي بقى برضو من اللعب بتاع الهندسه الوراثيه، بس دي مفيده. انها عملت واتس كولد شيب جوت او العنزروف او العنزر الخروف، ان هم قدروا برضو بالهندسه الوراثيه لعبوا بحيث ان يطلعوا وجدوا ان لحمها اكتر. واخد بالك؟ وبالتالي ارخص لانها بتطلع وموجوده دلوقتي وبقى لهم 30 40 سنه شغالين عليها دلوقتي، اللي هي العنزروف او العنزه الخروف. كويس. اللي بعدها كمان هتورينا ازاي ان سنابل القمح بقت كبيره جدا وهندسوها وراثيا بحيث انها تقدر ترويها بالميه المالحه على سبيل المثال، وتقدر ايضا تزرعها في اماكن فيها ثلج.
التلج كان قاتل، انما دلوقتي بالهندسه الوراثيه تقدر تتحمل التلج اللي هي معموله فيه. وبالتالي عشان كده حتى معروف ان امريكا بترمي كميات هائله من القمح في المحيط عشان خاطر فائض. لازم يتباع يعني. فائض. اللي بعدها بقى لو سمحت، دي بقى التفاح كان يعني احنا، انا اذكر هذا يعني، ان تكسر التفاح بعد شويه تسود. صح. فشالوا الجين اللي بيعمل اوكسيديشن او اكسده للتفاح، عشان كده التفاح هتكسرها تفضل بيضه معاك يمكن يوم واتنين يعني، ما يجراش حاجه. شالوا منها، والتفاح ده بيسموه فيستا، فيستا ابل، اللي هي رفع الجين منها. برضو اللي بعدها هيجي الطماطم، سوفنينج جين، سوفنينج من سوفت، وسوفت اللي هو كان بيخلي الطماطمية تتفعص في ظرف يوم او اتنين. تمام. فشالوا الجين اللي بيخليها تطرى بسرعة، بحيث ان دلوقتي تفضل جامدة اسبوع. فوفروا على نفسهم بالهندسة الوراثية. طبعا ده كان فيه طماطم بتتفعص وبتترمي كتير، دلوقتي نادرا بقى. صح. تقدر تسيبها وتقعد زي ما هي يعني. ليه بقى؟ لانهم شالوا السوفرنج جين اللي موجود. اللي بعدها لو سمحت، دي بقى بتفكرك بالزبال الارض اللي انا كلمتك عليه. اللي هو بكتيريا مهندسة وراثيا، بحيث انها تحول الميثين اللي هو الغاز اللي طالع نتيجة التخمر في المواسير الى ميثانول، كحول، فيدوب الدهون والعوالق، يسلك المواسير، فسموها زبال الارض على انها اللي بتنظف المواسير. ده دي اللي موجودة. تذكر كلمتك برضو عن العربيات المعمولة من البلاستيك، اللي هي اللي بعدها اللي هي الترابانت، معموله من البلاستيك، فكان مشكله كبيره يقعد يكسر فيها ويعمل فيها بتاع، عملوا بكتيريا تحولها الى بودره، فياخد البودره يعمل بيها عربيات تانية، او يعمل بيها بلاستيك لحاجات تانية كمان. دي العربيه الترابانت اللي هي دي. برضو الصوره اللي بعدها هتورينا ازاي البحار والمحيطات بتلوث بالبترول. كانوا يتعبوا يا اما ميكانيكال يا اما كيميكال، ان هو يشيل البقع البتروليه دي من الاول. عملوا بكتيريا مهندسه وراثيا تاكل البترول، تحوله لثاني اكسيد كربون يطلع في الجو. يا خبر ابيض. فيبقى وفر على نفسه كل المصاريف الكيماويه والغير كيماويه والحاجات دي كلها. طبعا. دي كمان اللي بعدها، دي تذكر شجر جوز الهند. اما في هاواي ممنوع انك تبني حاجه اعلى من شجره جوز الهند، فهم راحوا شالوا جينات القصر وخلوا طولها 3 أضعاف، وكسبوا القضيه، لان ابتدوا يبنوا مباني بارتفاع شجره جوز الهند، لان القانون ما كانش بيقول شجره جوز الهند اللي طولها كذا. وشالوا جينات الطول من شجره جوز الهند اللي في افريقيا، لان كانوا بيتسلقوها فبيقع. مظبوط. فبقت الشجره في ارتفاع الانسان. يعني طول واثر بمزاجي حسب مصلحتك. بمزاجك. طيب يلا عشان قدامنا دقيقه واحده. دكتور فاضل دقيقه واحده. طيب يعني احلام الهندسه الوراثيه باختصار شديد هي انها تيلومريز انزايم، اللي هو الانزايم اللي بيحرق شمعه الحياه. ودي جربوها بقى في ذبابه الفاكهه، فطولوا عمرها من 15 يوم الى 45 يوم. فاحنا لما نطبق ونشيل الانزيم اللي بيحرق شمعه الحياه بتاعتنا، فعمرنا هيتضاعف 3 مرات. فالعمر الطبيعي للانسان هو 100، ده مبني على ان الغضاريف بتاعتنا بيكتمل تعظمها، يعني بتبقى عظام في سن ال20 اضرب في 5، يبقى العمر الافتراضي 100 على طول. تمام. يعني الكلاب والقطط الغضاريف بتبقى في 3 اضرب في 5 يبقى 15، الحصان 4 اضرب في 5 يبقى 20، الفيل 20 اضرب في 5 يبقى 60، الانسان 20 اضرب في 5 يبقى 100. بالتحكم في هذا الانزيم الحارق لشمعه الحياه، يبقى ال 100 300 على طول. يعني اللي يموت في سن ال 100 يقول لك اتخطف. في عز شباب اتخطب. والله يعني دائما مفيد وممتع يا دكتور. ربنا يخليك. بشكرك وبحييك ونلتقي الاسبوع القادم على خير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. نلتقي بعد الفاصل.
اهلا وسهلا البوم النجوم الاستاذ احمد سعيد. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ تامر عليك وعلى كل الساده المشاهدين. اخبارك ايه يا صديق؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ زي الفل الحمد لله. ايه شايل لنا ايه الاسبوع ده؟ الاسبوع ده بقى عندنا ان شاء الله مفاجات جميله جدا. عندنا هنشوف في حلقه الليله مفاجاه ان رشدي اباظه كان هيموت في فيلمين اتنين. تخيل وهو بيصور فيلمين اتعرض فعلا لموت حقيقي. كمان عندنا ان هو استخدم حاجه طريفه او استخدم نسناس عشان يتعرف بواحده. نسناس؟ اه نسناس. ودي من الحاجات الغريبه قوي. يا رجل يا رجل رشدي اباظه محتاج حاجه عشان يتعرف على واحده؟ تخيل بقى. امال انا وانت نعمل ايه؟ يعني انا وانت نجيب ديناصور؟ رشدي اباظه مش محتاج حاجه عشان يتعرف على واحده، يقف بس كده انا رشدي اباظه عشان يتعرف على واحده. الله يرحمه كان طبعا. كان جميل، كان جميل وكان معشوق النساء كلها عبر الاجيال لحد النهارده. في بنات النهارده في الاجيال النهارده يقول لك انا بيعجبني التيب بتاع رشدي اباظه. ده حقيقي. طيب نبدا بقى. عندنا بقى فاكر حسن سبانخ عادل امام في الافوكاتو؟ طبعا. تخيل ان الفنان احمد زكي كان هيعمل الجزء الثاني من فيلم الافوكاتو، وكان ده كان هيبقى له جزء ثاني. كان هيعمل جزء ثاني وكان اسمه سبانخ. على اسم حسن سبانخ. كويس. كان هيعملوا ايه بقى؟ كان هيخلوا احمد زكي يعمل اخو حسن سبانخ، يعني اسمه احمد سبانخ ودكتور بيطري، وكان بقى جاي بقى بس هو مختلف عن حسن سبانخ خالص. يعني انت عارف ان حسن سبانخ بقى كان يعني مع الفساد ويعني محامي، كان نموذج للمحامي الملتوي. انما بقى احمد سبانخ اللي هو كان اخوه اللي هو كان هيعمله احمد زكي راجل بقى يعني ايه ضد الفساد وراجل طبيب بيطري. فكانت الفكره ان يعملوا الجزء الثاني ويسموه الاسم اللي هو سبانخ. حلو. ايه اللي حصل؟ احمد زكي طبعا كان موافق في الاول على فكره ان هو يعمل الجزء الثاني واسم سبانخ وكده، بس حصل بعد كده بقى ايه بعض الخلافات، طلب تعديلات، طلب حاجات، الفيلم نفسه اتغير، غيروا اسم سبانخ خلوه سمك لبن تمر هندي. الفيلم ده نزل بقى بعد كده سمك لبن تمر هندي بطولة محمود عبد العزيز، بس بشكل بقى مختلف خالص، حتى كان اسمه احمد سبانخ برضه في الفيلم. يا راجل. بس مع غيروا بقى في القصه. يعني ما عملوهاش بقى كجزء تاني من عملوه فيلم مستقل. عملوه فيلم مستقل. ودي كانت حاجه من الكواليس كده. طبعا دي معلومه حلوه بنقولها للساده المشاهدين. تخيل برضه العكس بقى حصل في فيلم البيضة والحجر. يعني فيلم البيضة والحجر من اشهر افلام احمد زكي. طبعا. الفيلم ده بقى كان هيعمل بطولته محمود عبد العزيز، يعني اتعكست فعلا. محمود عبد العزيز هو اللي كان هيعمله، وكان مسرحيه كان اسمها هجايس. هجايس انت لو تلاحظ في اغنيه في الفيلم، ده هي اغنيه الفيلم اسمها هجايس. لو انت لايس او كنت هايس او لو كنت كده هايس او لايس، فايه تعال نشوف الهجايس. مظبوط. فهم عملوها بقى، كان اسمه الهجايس، فغيروا الاسم، قالوا طب ايه هنغيره نسميه البيضه، وكانت مسرحيه على فكره مش فيلم. هنسميه البيضه، واتفق مع محمود عبد العزيز عليه. فجي محمود عبد العزيز بعد كده انسحب من المسرحيه وقلبوها فيلم. لما جه احمد زكي قال لهم طب ليه البيضه بس، خليها البيضه والحجر. وفعلا بقت البيضه والحجر، وكان الفيلم الشهير لاحمد زكي. ده واحد من احلى افلام احمد زكي، والحقيقه مش بس احلى افلام كعمل سينمائي فني، لا هو من اهم الاعمال كمان الحقيقه، لانه ناقش قضيه انا اعتقد لحد النهارده احنا مجتمعنا بيعاني منها، وفكرة الاعترافات بالشعوذة والدجل والدجالين اللي واكلين دماغ الناس، وفكرة ان انت تبعد عن العلم والمنطق والدين وتروح للسكة دي. فيلم عبقري الحقيقة، عبقري صاحب بكل المعاني، ويصلح النهاردة لو انتج النهاردة ينفع يبقى انتاج 2024. صحيح. رغم بقى ان هو كان طالع في الفيلم بيلعب بالبيضة والحجر، انما تخيل في اول قصة حب في حياة احمد زكي بقى الحقيقية. لما كان في الدبلوم الصناعي قبل ما يدخل المعهد، ارتبط بقصة حب واحدة زميلة ليه، وحصل حاجة غريبة قوي يعني اغرب من الافلام السينمائية. المفروض ان هو بقى يعني بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض وهيتجوزوا. تمام. ففجأة جت قالت له لا ده انا جاي لي عريس غني وكده، فالحق ايه اتقدم. فراح اتقدم. المتوقع ايه؟ ان والدها ووالدتها يرفضوه على اساس ايه؟ ان هما قدامهم عريس غني. اللي حصل مختلف تماما. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان والدها وافق ووالدتها وافقت وهي اللي رفضت. يعني شيء كان بيقول حتى احمد زكي بيقول دي حاجه عجيبه، وفضلت العريس الغني عليه. سبحان الله. فده طبعا عمل له صدمه، وهو كان بيقول يعني ده ما بتحصلش حتى في افلام السينما. ايوه مظبوط. يعني ما حصلش ان والدها ووالدتها عشان هم شافوا ان هو بيحبها، يعني بيحبها جدا، فوافقوا وهي اللي رفضت. سبحان الله. الطعنه تيجي من هي من هي. عندنا بقى في مدرسه المشاغبين هنتكلم شويه عن المشاغبين. هم ما كانوش مشاغبين على فكره بس على المسرح،
لا ده كانوا مشاغبين في الكواليس طبعا، وكان بيحصل مشاغبات رهيبه. انت عارف بقى المجموعه كلها طبعا، متخيل مجموعه هايله، وسعيد صالح ويوني الشلبي وسهير البابلي وحسن مصطفى لما بيقعدوا في كواليس دول قاعدين فين يبوظوه؟ صحيح. وكان معاهم قبل كده على فكره عبد المنعم مدبولي وكان عامل الناظر، وجي مكانه حسن مصطفى عمل الملواني. صح. فحسن مصطفى عمل الناظر، وكان في بقى عبد الله فرغاني عمل الملواني. الملواني حتى سهير البابلي كان في ناس قبلها وناس بعدها. يعني سهير البابلي كان قبلها، كان بعدها، جه بعدها نيلي، وبعدها جت ميمي جمال، وقبلها كانت ليلى طاهر. يعني ليلى طاهر كانت قبل سهير البابلي، يعني وتصورت ابتدت ليلى طاهر، ابتدت رزق سهير البابلي انها اتصورت بيها، وجه بعدها بقى نيلي كمان، ويعني حاجه كانت ده رزق بقى. طبعا ده الرزق، ما تعرفش رزقك فين. فنتكلم بقى عن مشاغبات المشاغبين. كانوا بيشاغبوا اكتر مع احمد زكي، تخيل. يعني احمد زكي شاغبه معاه جدا، ده هو كان الغلبان اللي فيه. تخيل بقى، عملوا بقى في فصولات بايخه جدا، يعني او يعني طريفه، بس كان بالنسبه له هو مقالب بايخه. اللي حصل ايه؟ ان هو طبعا كان بيقيم في اوضه في الكواليس، يعني سمير خفاجي، لان هو كان يعني مغترب وكان قاعد في شقه كده، فكان سمير خفاجي عمل له ان هو يقيم في اوضه في الكواليس. كويس. كانوا بيجوا بقى في الكواليس يعملوا ايه بقى؟ مشاغبين بقى، يجي سعيد صالح وعادل امام ويونس شلبي يقلدوا، يخبطوا على الباب، يقلدوا مين؟ يقلدوا محمود المليجي. افتح يا احمد، انا شفت العرض وهايل، وانا بتنبأ لك بمستقبل جامد جدا. يخبطوا يوسف وهبي، يقلدوا يوسف وهبي. انا يوسف وهبي، انا بهنيك والعرض هايل. يفتح يلاقي ما يلاقيش يوسف وهبي، يفتح ما يلاقيش المليجي. فهو بقى خلاص بقى. جه في مره بقى عبد الحليم حافظ الحقيقي بقى حضر الايه المسرحيه، حضر العرض وعايز يهني احمد زكي. فيحصل ايه؟ عبد الحليم رايح له الاوضه بيخبط عليه. يا احمد، عمال يخبط. انا عبد الحليم؟ قال له لا، عبد الحليم مين؟ انا مش هفتح لعبد الحليم المزيف، انا لو فتحت هضربك علقه تمام، بيقول لعبد الحليم. فعبد الحليم قال له يا احمد انا مش المزيف، انا عبد الحليم حافظ الحقيقي. فاحمد زكي يعني استعجب جدا، فتح الباب، لا فعلا عبد الحليم، وخده بالحب. زي النقطه اللي هي كل مره ما تصدقش لحد ما تيجي معاك في اما بقى اشد بقى مقلب او اشد موقف حصل معاه كان من يونس شلبي. ايه بقى عمل يونس شلبي؟ يونس شلبي جه جاب جردل وجاب سلم وحته قماش، وطلع فوق المسرح على يعني عند الافيش كده، وراح مسح اسم احمد زكي من على الافيش، لان هو كان شايف ان احمد زكي اسمه اتكتب قبل اسمه، وان هو دوره كان كوميدي واحمد زكي كان تراجيدي ما بيضحكش، هو اللي بيضحك. وشايف ان هو اقدم منه في المعهد بسنتين، فعمل الحركه دي. حصل بقى احمد زكي جاي بص ما لقاش اسمه على الافيش، عرف بقى ان كان يونس شلبي، وحصل موقف بينهم بس اتصالحوا بعد كده. يا نهار ابيض. من حاجات يعني اللي هي كانت طبعا لذيذه في الكواليس. عايز اقول لك بقى، احنا قلنا رشدي اباظه كان هيموت في فيلمين. ايه هما بقى؟ هو في واحد تالت بس مش هنقوله النهارده، انما الفيلمين اللي هنقولهم ايه؟ الفيلم الاولاني كلنا طبعا فاكرين فيلم ملاك وشيطان. طبعا. اللي كان رشدي اباظه مع البنت. بنت الجميله الملاك دي. هنتكلم بقى حاجات حلوه قوي عن الكواليس. كويس. اولا الفيلم ده اساسا. انت فاكرين الفيلم ده ولا لا؟ بس فيلم واحد من الافلام الجميله جدا اللي كانت ببطوله رشدي اباظه، اللي هو كان فيها مجرم وكلفوه بخطف البنت دي، بنت اسره ثريه، ففي عصابه اجرته عشان يخطف البنت ويخليها عنده عشان يطلبوا فديه من اسره البنت، وخلاها عنده، قعد يوم يومين ثلاثه معاها، فارتبط بعلاقه بينها، وكانت بتقول له انكل عزت. صحيح. ساعتها انكل عزت حبيبي. وهو حبها بعد كده، وهو اللي انقذها من العصابه. صحيح. صح. الفيلم ده بقى اساسا قصه رشدي اباظه، وهو اللي يعني اللي ألف القصه وخدها من سنو وايت. وقصه اللي هي سحابه السحابه البيضاء. لما سنو وايت كان في واحده ملكه دميمه وقالت لها ان هي. صح. كلفت حد ان هو يخطفها وعشان يموتها وبتاع، بعدين هو تعاطف مع البنت. فهو اقتبس القصه من هنا وخد قصه الايه الفيلم. حلو. الحاجه الثانيه بقى، المفروض البنت اللي كانت طالعه معاه في الفيلم. مين اللي طلعت معاه؟ البنت اللي طلعت معاه اللي هي بنت مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار، هي ايمان محمود ذو الفقار، اللي هي دي البنت دي. ايوه. البنت اللي طلعت معاه في الـ في الـ في الفيلم يعني. حلو. دي المفروض ما كانتش هي اللي هتطلع. مين دي بنت مريم فخر الدين بنت مريم فخر الدين. والمشهد ده انا يعني عايزه يخليه شويه، لان احنا هنتكلم حاجه مهمه قوي على المشهد ده. ايه؟ البنت طبعا ايمان اللي هي بنت مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار. تمام. المفروض بقى مين اللي كانت هتبقى في المشهد ده، ومين اللي كانت هتقوم ببطوله الفيلم اصلا؟
اللي كانت هتقوم ببطوله الفيلم اسمها رشدي اباظه. يعني بنت رشدي اباظه هي اللي كانت المفروض، يعني عز الدين ذو الفقار ما كانش هو المخرج، هو كان المنتج. انما المنتج كان المخرج كان كمال الشيخ. عرض عليه ان يجيب اسمك هي اللي تعمل بنته في الفيلم ويخطفها. حلو. ويعمل قصه الفيلم مفهوم. اللي قلنا عليه. فاللي حصل ان اسمك كانت صغيره قوي، 3 سنين، فلقوها يعني ايه، يعني هتتلعثم في الكلام مش هتعرف تتكلم بشكل كويس. فجابوا ايمان بنت مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار، وخدوها هي اللي تعمل المشاهد. المشهد بقى اللي انا وقفت عنده ده ايه؟ هما لو لما تفتكر لما كان خاطفها وكان عايز يموتها وخدها وداها في حته كده فيها الغام وبتاع. صح. كانوا في الاسماعيليه. وقع في حفره، والحفره دي نزل رجله اتكسرت، هي نزلت له وهما هنا واقعين في الحفره اللي هما. صح. في الحفره دي لما وقع نده عليها وقال لها تعالي. كويس؟ لحد هنا تمام. المفروض بقى في تعبان. صح. هيطلع عليهم ورشدي اباظه معاه المسدس هيضرب التعبان يموته. اللي حصل التعبان ده على فكره كان حقيقي. كويس. وهم كانوا عاملين حسابهم ان رشدي اباظه معاه مسدس في رصاص حقيقي هيضرب التعبان ويموته. فلما جه التعبان حتى هتلاقي المخرج قال له ايه؟ كمال الشيخ. كمال الشيخ قال له ايه؟ قال له يعني اصبر على التعبان شويه عشان الاثاره بقى والتشويق والكلام ده، ما تضربوش على طول، فاستنى شويه لحد ما التعبان قرب وجاي بيضرب التعبان بالرصاص. ما جاتش. مش ما جاتش، هي ما جاتش ليه بقى؟ لان ايمان كانت خايفه. فهزت ايد رشدي اباظه، فالطلقه ما جاتش. التعبان بقى مش يخاف لا، التعبان قرب عليهم اكتر. اوف. وكان بقى الموضوع كان خطير جدا، الجو اتكهرب وكلهم خافوا لان التعبان كان خطر قوي هيقرب منهم. فاللي حصل الطلقه الثانيه بقى هي اللي موتت التعبان. تمام. ولو كانت فلتت كانت حصلت كارثه بقى في الفيلم ده. تمام. الفيلم الثاني اللي حصل فيه خطر برضه على رشدي اباظه اللي هو امراه في الطريق. كلنا فاكرين الفيلم ده امراه في الطريق، طبعا كان معاه شكري سرحان وهدى سلطان ابدعت في الفيلم ده. في مشهد بقى اللي هو مشهد الخناقه. عمتني يا صابر. عمتني يا صابر. زكي رستم كان كان مبدع في الفيلم. يا نهار ابيض على الفيلم وحلاوته. عمتني يا صابر. الفيلم ده كان فيه مشهد خناقه. الخناقه دي كان المفروض رشدي اباظه بيتخانق مع افراد العصابه. صح. هنا عندنا هنشوف رشدي اباظه وهو بيتخانق مع العصابه بيتخانقوا فين؟ في الملاحات، وكان في حته كده مصطبه الصيادين بيقعدوا عليها يشربوا شاي. مظبوط. الصيادين المفروض الحقيقيين كمان. هاي. وكان في الواح خشب محاوطه المكان. فهنا دي المشهد الخناقه، هو طلع بعد كده بقى على المصطبه. مظبوط. فهو بيتخانق مع العصابه بيضرب كل واحد يقع، يضرب كل واحد يقع. جه واحد بقى من افراد العصابه بعد ما ضرب رشدي اباظه، كان في الواح خشب اللي هي محاوطه المصطبه، شال لوح الخشب وعايز يضرب رشدي اباظه على دماغه. وده موجود في السيناريو؟ كان من ضمن الخناقه بس ما كانش بقى التفاصيل دي ان هو يروح يضربه فرايح يضربه بقى تحمس في الخناقه ورايح يضربه هينزل بيه بلوح الخشب اللي كان فيه مسامير على دماغه جمال. مين اللي خد باله بقى؟ الطوخي توفيق اللي هو كان اشهر مصمم معارك، انتبه لخطوره ان الخشبه لو نزلت على دماغه على دماغ رشدي اباظه بالمسامير هتخلص عليه. فجري طار في الهواء ومسك الخشبه قبل ما الطوخي ده اللي كان اقرع اللي هو كان بيطلع في كان بيطلع دايما يتضرب. وهو كان موجود في الخناقه دي بس كان بيطلع يتضرب دايما يتضرب من فريد شوقي من رشدي اباظه. هو كان اشهر ضريب وكان كان هو بيصمم المعارك. فهو انقذ رشدي اباظه وكانت كارثه تحصل طبعا لو نزل عليه بالخشبه اللي فيها مسامير. طبعا. عندنا كمان احنا قلنا النسناس بقى، ايه حكايه النسناس بقى؟ ايه بقى موضوع النسناس؟ هقول لك بقى. دي حتى قصه النسناس دي قصه عجيبه، دي ذكرت في كتاب الدونجوان. كان ايه بقى رشدي اباظه؟ رشدي اباظه كان بيصور فيلم وادي الملوك، لو تفتكر. حلو. فيلم وادي الملوك ده فيلم اجنبي. طبعا. صور فيه، كانوا بيصوروا في صحراء الهرم. وهم بيصوروا كان في واحده كده اجنبيه يعني مشاركه معاهم في الفيلم، فالواحده دي كانت يعني ايه شايفه نفسها شويه على الناس الموجوده يعني، ما بتسلمش على حد وكده. فجم قالوا لرشدي اباظه هي من حد خالص ويعني كده يعني حاسه ان فيها زياده تنكه فما فيش حد الا بالرشد هو اللي هيتعامل معاه. حلو. فجابوا رشدي اباظه وقالوا له احنا كذا كذا الوضع كذا كذا. قال لهم 3 ايام بالظبط وهتيجي بنفسها تحييكوا. 3 ايام بالظبط. عمل ايه بقى؟ هو كان عنده نسناس، كان عنده مزرعه دواجن فراخ يعني مشارك فيها. فكان في نسناس كان دايما بيربطوا على باب المزرعه دي وكان بيشاغب مع الناس اللي داخله واللي خارجه وكان يعني بيحب النسناس ده قوي. حلو. جاب النسناس وحطه في عربيته وقف مستنيها لحد ما تيجي هي. كويس. جايه معاها كلب صغير استناها بقى، هي كان دايما تيجي بالكلب الصغير ده.
اول ما جت والكلب الصغير جاي عليها جاي يعني جاي معاها راح سايب النسناس من عربيته يجري على الكلب اللي معاه. فالكلب النسناس جري ورا الكلب، كان صغير طبعا. جري طبعا الكلب والنسناس وراه بسرعه جدا، فهي جريت وراهم ورشدي وراهم هو كمان بيجري، جريوا مسافه كبيره وفي الاخر هو راح ماسك النسناس وبعده عن الكلب. النسناس كان نازل ضرب في الكلب بطريقه جامده جدا، فمسك النسناس وبعده عن الكلب. فهي بقى بقولها يعني انا اسف بقى وبعتذر عن الموقف اللي حصل ده، قالت له لا 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 تعتذرش، انت الغلط مش عليك، ده على النسناس هو اللي غلط يعني. قال لها طب احنا عايزين نصالح النسناس على الكلب. فخد منها معاد واتقابلوا في الفندق عشان يصالح النسناس على الكلب، وفعلا بعد ثلاث ايام جت بنفسها او قبل الثلاث ايام حيت الناس اللي كانوا موجودين. حيت النسناس. النسناس ده عايز اقول لك كان له كمان حاجه جامده قوي. النسناس ده بعد ما سابه في المزرعه، طبعا كان في المزرعه مش جبازه، كان حاطه في المزرعه، باع المزرعه وجي بقى يعني ايه بعد ما باع المزرعه بشهر راح ايه يزور المزرعه، شاف النسناس لقاه حزين ومكتئب جدا ان رشدي اباظه سابه. وكان عايز ينط يعني يجي معاه وياخده معاه وهو ماشي حبيبي. بس سابه رشدي اباظه. بعد اسبوع من الزياره قالوا له النسناس مات حزنا طبعا طبعا على ان ايه رشدي اباظه ما خدوش وفاء النسناس. ده طبعا دي من المواقف الحاجات اللي حاجه بقى غريبه كمان ان احنا قلنا ان من المواقف الغريبه طبعا كانت بتحصل بين فريد شوقي ومحمود المليجي. معروف ان فريد شوقي ومحمود المليجي طبعا مثلوا مع بعض افلام كتير وكلها اكشن. تخيل بقى ان فريد شوقي كان هيقتل محمود المليجي بجد، وهو حكى القصه دي بنفسه في مذكراته. قصه كانت عجيبه قوي. فريد شوقي اللي احنا بنشوفه وحش الشاشه ويضرب وبيكسر كان عنده عقده من المسدسات، لان هو كان وهو صغير بيلعب مع الاطفال. كان في طفل كان بيلعب معاهم ودايما يجيب مسدس والده، يجيب المسدس ده معاه، فهو جايب المسدس بيلعبوا كوره مع بعض، قام الطفل اللي معاه المسدس ده ضرب طلقه جت في طفل زميلهم موتته. من ساعتها وفريد شوقي كان عنده عقده من المسدسات طبعا. حتى في كل الافلام لازم يمسك المسدس اللي هيضرب بيه ويفتش ويتاكد ان الطلقات كلها في شنب. جه في مره كان مستعجل وكان عنده تصوير فيلم تاني غير الفيلم اللي بيصوره، وكان المفروض ان هو بيطارد محمود المليجي وهيضربه برصاص. حلو. ما بصش على المسدس، ما شيكش عليه. جاي بيضرب برصاص، طلعت رصاصه حقيقيه في وسط الفشنك، جت في الحيطه جنب راس محمود المليجي. يا نهار ابيض. واكتشفوا انها كانت رصاصه حقيقيه. وجت في الحيطه. فوقفوا طبعا كلهم في حاله هجوم. اما محمود المليجي نفسه كان ثابت جدا وكمل عادي بعد كده ولا كأن حاجه حصلت. هو نفسه استغرب جدا. انهار فريد شوقي. اللي انهار فريد شوقي. بيقول انا انهارت، هو كان بيحكي القصه دي بيقول انهارت من الموقف. تخيل لو الرصاصه دي جت في راس محمود المليجي. يعني بيقول جت جنب راسه وانا فاكر ان انا بضرب في شنب. ايوه. فدي كانت من الحاجات الصعبه والمواقف اللي دايما بتحصل في الافلام. اخر حاجه يا استاذ احمد عشان قدامنا نص دقيقه. نختار اخر حاجه؟ طيب هكلمك على ذئاب الجبل. مسلسل ذئاب الجبل. عندنا مسلسل ذئاب الجبل ده من المسلسلات اللي كلنا بنحبها. المسلسل ده انت عارف ان هو حصل فيه احداث كثيره جدا وناس ماتت وناس وحصل مواقف. هو كان اصلا 25 حلقه. وتم اختصار ال 25 حلقه الى 18. تمام. مين بقى اللي كان انت فاكر طبعا دور علوان البكري اللي هو عمله عبد الله غيث. مظبوط. الدور ده ما كانش هو اللي بيعمله، كان مين اللي بيعمل الدور؟ كان بيعمله الفنان صلاح قبيل. عمل 18 مشهد. تخيل صلاح قبيل عمل 18 مشهد في ذئاب الجبل، وله صور على فكره باللي هو بيعمل علوان البكري. لما توفى صلاح قبيل فكروا نجيب مين؟ نجيب نبيل الحلفاوي؟ لا، احنا نجيب عبد الله غيث. وجابوا عبد الله غيث. عبد الله غيث نفسه مات قبل ما يكمل المسلسل، كان فاضله 15%. حتى حصل مشكله كبيره طبعا ان هم هنعمل ايه، عبد الله غيث اتوفى وطبعا عيد من الاول مش معقول. فقعدوا يفكروا نعمل ايه، حذفوا مشاهد حتى تلاحظ نهايه المسلسل متغيره. مظبوط. يعني ومره واحده عبد الله غيث اختفى غير مبرر، وقالوا ده اتقتل في خناقه مش عارف فرح او حاجه كده. واختفى. كان له مشاهد حذفوها وغيروا في النهايه نفسها، حتى عملوا النهايه انها تبقى اغنيه اللي هي ولابد من يوم معلوم لما تقابله طبعا عند الضابط. مظبوط. لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. الاغنيه دي اتعملوها وقعدوا يدوروا على علي الحجار 7 ايام اسبوع عشان يغني الاغنيه، كانوا مصممين عليه. وعايز اقول لك ان هو كان مغنيها الابنودي بصوته
عشان يبقى جايد يعني العيال الحجار في الاغنيه. والقمودي غنى كمان اغنيه بصوته ونزلت بقى في المسلسل اللي هي هلا 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 هلا، دي كانت في اول احداث المسلسل. كمان كان في حاجه تانية ان كان اخر حاجه ان هو في نفس المسلسل يعني حاجه تانية ان هو كان المفروض حمدي احمد برضه صور مشاهد اللي هو كان بيعمل دور صلاح عبد الله اللي هو ايه حسني ابو دبيك، وكان بيقول له تصدق هتصدقني ان شاء الله. ايوه صح. اللي ان كان بيعمله حمدي احمد وحصل برضه خلافات بعد ما صور مشاهد كتير وساب العمل، وكذلك كانت بدل سماح انور ورده كانت بدلها اللي هي غدا نافع. لكن صلاح عبد الله هو اللي عمل على فكره اداله لمسه كوميديه، اداله طبعا لا 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 اداله حاجه كوميديه جميله. شرفت ونورت وكنت مبدع النهارده يا زحمه، تسلم ونشوفك على خير ان شاء الله في البوم اخر للنجوم. شكرا. بعد الفاصل الختام واقول لكم سلام.